طيب اتنين جيزة يا جماعة، نسمع جيزة. 231,376 الحضور، 73,280 بنسبة 32% تقريبا. إجمالي الأصوات الصحيحة 66,992 بنسبة 91%. إجمالي الأصوات الباطلة 6,288. الرئيس عبد الفتاح السيسي 64,934 بنسبة 96%. المرشح موسى مصطفى موسى 2,058 بنسبة 3%. شكرا. مرة تانية يا فندم بعد إذنك، مرة تانية معلش. ما بيحسبش البطل في النتيجة. 8.6 كده كام؟ كده الحضور كام؟ الحضور 32% والباطل 8.6%. أنا عايز أعرف دي لجنة إيه؟ دي لجنة إيه يا خليل؟ حاجة في الجيزة. دي جيزة. إيه لجنة عامة؟ دي جيزة إيه؟ لجنة عامة إيه؟ ما هو بدأ متأخر. ما خدناش بالنا، ما سمعناهوش من الأول. ما أنا عايز أعرف إيه اللجنة العامة؟ ده المهم. بس دي لجنة عامة في الجيزة. بس ده مؤشر على الجيزة. مؤشر 32% هي لجنة عامة. ده مؤشر إن الجيزة بنتكلم في الثلاثينات. والباطل 8. أنا أظن إنه النتيجة دي كانت هتصل ل 37 38 40 لولا القاهره والجيزه واسكندريه. هتبان كده الجيزه والقاهره يعني. لا اسكندريه، لا القاهره ممكن تعدي لكن الجيزه واسكندريه لا. اسكندريه قال المؤشرات طبقا لزميلنا اذا صدقت توقعاته اللي قالها اللي هي 40%. انا مش عارفه انا لكن ما كانش بالظبط، انا مش واثقه في 40%. مين اللي مين اللي توقع 40% في الجيزه؟ لا اسكندريه. الزميل اتصل وقال انا متوقع يعني اصليه في النسب والتناسب. احنا بنتكلم في الحدود اللي بنتناقش فيها يعني. طبعا ممكن نسب التصويت يعني دلوقتي المؤشرات اللي عندي ممكن احنا بنتكلم كان توقعنا 22% ممكن نوصل دلوقتي 32% 31% خلاص. وده عالي جدا يعني، دي نسبه عاليه جدا لدرجه انه تحليلها بالنسبه لي انا وفقا لجدول التوقعات مربك. بس في اتجاه عام قلناه مقرر، بس احنا هنرجع تاني. الاتجاه العام ده مربوط بتصويت اليوم الثالث عشان نبقى صراحة. بس هنرجع تاني للجيزة بقى، نفس النظرية. الجيزة فيها رقم له دلالته. الباطل تمن اللجنة دي، ما انا مش عارف اللجنة إيه العامة دي. اللجنة العامة دي احدى اللجان العامة. ما هو تفرق يا ريس، ابو النمرس يفرق عن الدقي. 8.6 في اللجنه دي العيارات والحامديه اطفيح البدرشين. ما هو هنا هسال ده حدر ولا ريف الجيزه؟ دي لجنه ايه؟ حدر ولا ريف الجيزه يا استاذ؟ ما هو ما احنا بدانا متاخر، لانه انا تقديري الريف مش هيبقى فيه باطل، باطل هيبقى اقل. لازم دي تبقى. طب ما هي دي حضريه. لا ما هو الجيزه فيها ريف.